بمناسبه الحديث دائما عن الابتكارات، وجزء من حلقتنا النهارده هيكون عن الابتكارات. نحب نشوف بره برضو ايه اللي بيحصل. حضراتكم عارفين فكره الهوم ديليفري او التوصيل للمنازل، فتخيل حضرتك لو طالب بقى اي حاجه من بره سواء كانت اكل او غيرها، بس بدل ما يجي لك شخص هيجي لك روبوت. ده مش مجرد فكر يعني للمستقبل، ده حصل دلوقتي خلاص. في الصين في روبوت هيجيب لك الحاجه لغايه بيتك. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. طورت إحدى الشركات الصينية روبوت بإمكانه توصيل الطلبات إلى منازل الزبائن وتسليمها إليهم. يتخذ الروبوت شكل عربة صغيرة وتتراوح سرعته ما بين 3 إلى 4 كيلومترات في الساعة، ويمكنه حمل طرود بوزن 50 كيلوغراما في المرة الواحدة، كما أنه مزود برادار وكاميرا، ما يمكنه من تجنب العوائق التي يقابلها في الطريق والتعامل بحرفية مع إشارات المرور. ويختار الروبوت أنسب وأسرع الطرق للوصول إلى منزل العميل، وقبل وصوله بخمس دقائق يرسل رسالة نصية قصيرة لإخباره بموعد وصوله. ويتعرف الروبوت على العميل عبر نظام للتعرف على الوجوه، كما يمكن للعميل استلام طرده عبر إدخال كود معين. وتسعى الشركة حاليا إلى التطوير من مهام الروبوت وطرحه في سيليكون فالي بالولايات المتحدة الأمريكية. تخيل مثلا بقى الروبوت ده لو جالك خالص، يعني ما عنديش لحظه الانبهار دي تماما، يعني ان انا الاقي روبوت يعني المصري ما يتعوضش برضو على فكره. يعني انت لما يعني لا بجد، وتعامل البشر ده يا جماعه بجد انا ما اقدرش استغنى عنه، ما اقدرش اتخيله. فكره ان انا جاي لي الدليفري ليه؟ طب ما ممكن حد غيرك يفكر ان روبوت ممكن يبقى دقيق اكتر في مواعيده، و هيقدم لك الخدمه وخلاص، مش هيضحك عليكي في حاجه. بالظبط، ويجي يقول لك بقى ما فيش فكه وافضل فك من تحت. طب سبايسز دي جميله. لا ده في تفاعل. والله العظيم، وتتعامل كده وتتكلم ويكلمك وبتاع. مش في كل وقت تفاعل ايجابي. التفاعل مش في كل وقت تفاعل ايجابي. وبعدين ده هيقلل، انت فكرك ان ده مثلا يعني هيحسن من شكل حياتنا؟ ده هيخلينا اصلا لو في عندنا سلوكيات وحشه واحنا ما بنعرفش نصلحها، مش هنصلحها بقى اصلا، لان في غيرك قايم بالوظيفه. ولو بنتكلم على بطاله، لا هنقعد بقى كلنا، ما هتلاقي المكن هو اللي بيشتغل. بس فوق ممكن ناس توصل يعني تبص لها في مرحله ثانيه. يعني دي صناعه تكنولوجي، واكيد هتولد برضو فرص عمل، والعالم كده شئنا ام ابينا هو رايح في هذا الاتجاه خلاص. لا احنا بس هي المشكله عندي اتجاه تطوير الانسان المصري. انت بتبصي لمنطقه ثانيه خالص. يعني ان انت تخوفك من فكره التفاعل البشري هيحصل ولا مش هيحصل. انا بس اتخيل لو الروبوت ده عندنا مثلا في مصر، هو مش هيوصل اصلا. هو مش هيوصل لا طبعا. وبعدين ده بيبعت لك مسج ان انا قربت اوصل. فلو في سلم ولا اسانسير هيطلعوا ازاي؟ يعني هو أيوة هو حلو كتطوير علمي. يعني أيوة. انا فكره علميه حلوه والناس كلها بتشتغل عليها والدول كلها بتشتغل عليها، لكن فكره ان انت تتعامل معاها دي تحس ان ما فيهاش تفاعل. بس القصه في قصه التفاعل البشري. بس هو ده اللي بيحصل. يعني يمكن روزماري رئيس تحرير البلد بتفكرني لما عرضنا التقرير بتاع الشباب المصري اللي في مسابقه الروبوت العالميه، واللي هم قدروا يحصدوا مراكز متقدمه في اكتر من شريحه للروبوت. صحيح. ولسه مكملين اهو، ويمكن هنجيب لحضراتكم برضو ان شاء الله دايما الابديتس او التطورات ايه، هم وصلوا لفين. بس خلاص هو ده العالم، هو ده المستقبل. وجبنا في صباح قلنا كمان الاطفال اللي عملوا الماشين بتاعت الكوتن كاندي. هيرو ساكس. الولاد كانوا جمال وافكار كانت وكانوا هم كانوا شطار جدا ان هم يفكروا في حاجه كل الاطفال بيحبوها وفي نفس الوقت يعملوها بشكل روبوت. وتبقى القصه في الابداع العلمي ودخوله في حياتنا. هل هنستخدمه صحيح؟ وهل احنا هنبقى في هذا الرقي في التعامل، وان احنا كمان نحسن من سلوكياتنا؟ يعني ده حقيقي بقى. لازم. حتى مهنتنا اصبحت في خطر دلوقتي. الصحافه في العالم كله يعني جزء من التوجه متوجه لفكره الاي اي او الاي اي، ان انت بتخشي بتلاقي نفسه الروبوت هو اللي بيكتب الموضوع الصحفي نتيجه تحريره بقى بالخوارزميات لالاف من الترات من الداتا على الانترنت. وبالتالي بيحصل في بعض المواقع بدات مش عارف بيقول لك هياخدوا دوري، خدوا دورنا كلنا. المهم ده بيحصل نتيجه تحليل بيانات ضخمه جدا على الانترنت، بقى بيقدر يكتب هو موضوع صحفي لوحده. فممكن تلاقي اجي اقول صباح الخير الاقي روبوت بدالي. يعني احنا هيبقى دورنا ايه؟ ان احنا بنشحنه مثلا؟ ممكن. انا دوري ايه؟ ان انا بشحن الروبوت عشان يشتغل هو ولا ممكن إيه؟ يعني ممكن الاقي اجيال في المستقبل مثلا ان واحده تبقى بتتخيل فارس احلامها مثلا،
فتقرر تصممه ويكون عندها ده الفارس الاحلام مثلا يبقى روبوت، لانه فشلت انها يكون عندها شريك حياه بني ادم عشان ليها صفات معينه او حاجات معينه عايزه تلاقيها في رجل او شريك حياتها. يعني في حاجات برضه حسام كده تحس ان هي يعني جميله كابداع علمي ورائعه ان انت تلاقيها، وان احنا كمصريين ان احنا والعرب تحديدا ان احنا بنحقق فيها مراكز كبيره جدا، لكن لما نيجي ننزل على ارض الواقع لا، يعني الروح فين برضه؟ وان انت يعني بس انا عايز اقول لك مساء الخير مساء الفل بالهنا والشفا تسلم ايدك معيش فكه لا لازم تجيب لي فكه ينزل يعني في كلام انت مهم. انت غاويه تعب، انت غاويه تعب ودينا درجات الحراره، انت فيش فايده مفيش امل. لا انا سقفه سعيده وفخوره كمصريه ان احنا بنوصل لهذه الدرجات، ولكن في حياتنا لا نطور الرجل المصري والشاب المصري والمراه المصريه ونحسن من سلوكياتنا ونبقى ناس هايلين احسن من الروبوت. المشكله